وصحبه أجمعين، ما بعد. قال الإمام رحمه الله تعالى: وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى لما سئل عن قتال التتار مع التمسك بالشهادتين، ولما زعموا من اتباع أصل الإسلام، فقال عين كسو جري علماء حنابلة أقواشودي كساب سنيد دتك إسلام كشيكتا قال لما ذا كل عي يحوم كالديني دي علماء كقاتين دتك أيقا نقل قد يرى كساب سنة قبورتا إيو ميلاها لديسي ميلاها لعابدو دمنتو دي إيو لدقال لهم كودي ابن القيم بحالة ينودن بيهي هذا الكلام وكو سابسن كوحاها إسلام كشيكتا هذا الدين تنا يكون رقمان قايبة كمدة لقوا أي أما لو كري وين يكون رقمان حكم دينيد وشرعي أن كمدة قوان وشيخ الإسلام يتمي كلي هاي إسلام كي عمدان وكسو قوري وعاو كهذا دون شيخ وحونا يجي. وقال الشيخ تقي الدين، تقي الدين وحول وأبو العباس أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني تقي الدين وحيد أسوق لما سئل ملك الله ويدي عن قتال تتار عن قتل بأي قرن نسخ أصل كشيخ كتبتي سكمدا لكن قتال بكجرة لما سئل عن قتال تتار تتار كلا دقال لم كود ملك الله ويدي مع التمسك أيه ولي بكل جن بالشهادتين توحيدك وتوحيدنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد الرسول أيه ولو الشهادتين كلها واقعية أيه لأن من كان ملا دقال لم كره ولما زعموا ولبا يو ولبا شاكتي ومع ما زعموا وحي شاكتين لقبوا ومن اتباع اصل الاسلام اسلام كاسل كزين الراعين ويكون رقم هيان ويتوحيد سن هيان ونبي ايو قليهين محا الرسول نمو ومرك ايو قليهين الهنا واله نمو قليهين نمان كامل لا تعلم كرا قد يد ان قد يد اد ودبتي مسلمين دي حلقا جوغي اي اهيد تتاركوا واغو هو رجالي اهيد ونمن بارق إيش يكسر الدولي بأهايون ومسلمين تقول لسكون رفع هذا والله دقال لمي أو دولة بدن سود دمي جاي كدي مرك يدور سنة ودن كجوعين ودقال لمي هاي أي عمر ذو دي يهجان ذو ذا قيبة كمدة أي إسلام كشكت أي يوم ولي فساد كأن دينين ومسلمين تلايني ومساجد دميني ودمر ككفساني ووحك استو قال سمين جري سميني بيحدنا قيب كمدة واتكنيس قيب شهاتين كيف يقول قابسطي إسلام كيف يشيغن إياه نمنك النوع عاسا والغو وريري من كثير با في البداية والنهاية كشيكي إن حتى علماء دكو وريرين نمنكو قال لما دي هوري لغو يقال أن أصل كتكا بصوتك واتوحيد تدي واشهادان هيا علماء الله سعطبا وقضات بيليهن يعني نمن مسالاتها قيبا كميدة تكادا إسلام بين نمنك الشيغن إياه رقم كيف يقول رقم هيا أنه رقم قال نمو ودي إسلام كي بنيستين قبله بي كوفسن هنتي بي بوبي وح هر استاجا يا وح كحارنا منا مجرو نمكم مرتدين با ما كفار أصليين ما قطاع طرق يا محاربين با ما بغاد متأولين والقو وريري مال خودي بل بحين والشيخ الإسلام ابن تيمية أي عام أي علماء الأسكوبيين سؤال على جودي سؤال ده دير أولي مفصلة أي الجودي وحال أوران كرا مجموع الفتاوى مجلد كلاباتني سديات بقول كي بسقاشن هي برد وحكوس أبسن يجوي يوحي الله البال نصيرين يدرزية هي باطنية هي تتاروي يوحي الله المال الطوائف الممتنعة عن الشريعة الإسلامية أو عن شريعة ظاهرة من دين الإسلام بوخسيا والأوران كرا مجموع الفتاوى واسداس فتاوى الكبرى نفركيدو مجلد كلابات كصدحات وكغه الله وسوع العلي شيخ مركو شيخ وشرحين نمان كان إني سان كفار أسجينا نهين محاربين يمحو أي قطاع طرق نايسا نهين بغاد يمتأويل نايسا نهين وأيهين طوائف ممتنعة مرتدين وشرحي أدلة وعدي أي لغو قنعي ولو حي مدى كسي قنعي ويدا هذا إراكتا أنيقا ابن تيمية وكتاب قرآن مدى حكوة ومصح مدى حي سارية تطارنا الله صعودة أنيقا اللي دلبر طيب إذا رأيتموني وعلى رأسي مصحف فاقتلوني بول ميا إيش كسنت مسلمين أهاي ظاهرا
كل سيدة دين موقتة لنا عالم وشيخ وديك جزو حارين كي يمي علي أنا كتاب قرآن ملح إيسا رأي هاي أو تطار له والقلي هذا إرقتان إدلا بولي نينك أو عرر أيها أو تقوى مرتد نينك تاقير أو مرتد أيها أو مرتدين نما كجي هذا الليل فتشجع الناس عند إذن العامة والعلماء من كثير باسيدة أورني وذا ديه يا علماء يا عامة وادي هذين تطار مركز الله للقاضي ومركز سيف عن لغة شقي قضية دي بالله الله مهم جدا وي قال الله وشيخ مركو حول كل طائفة هذا الكلام ابن تيمية واكنا هذا الكلام وحو كجرى مجموع الفتاوى مجلد كلباتن يا سيدي ذات صفحة أفر بقول لحن يا سيدي يا صفحة شم بقول يكو إلى كتاب قدمات كسبة شيخ حول كل طائفة كوحكستا وممتنعة ديدين يكون رقنتو عن التزام بعض شرائع الإسلام مش بعض بعدين كجوان عن التزام بعض شرائع الإسلام إسلام كأحكام تسقيبة كملة إن التزامته ما إن رميزناي ورميزنتا إن واجب تروح وأجيء لكن إنه دغن قليو وهر قليو ديدين طيب جهات هو في عيني هاي وأنا شيء واجب لكن هوشة سمان تعالم كجير ميسو أهل الكتاب كجزئين لقى قال القرآن كشيء لكن هول ما تسعوني سماه زكاة هو واجب لكن بحن ما هي صوم هو واجب وان مثال الله يقوله لكن صوم ما هي صلاة الله يقوله لكن تكن ما هي الطوائف الممتنعة عن حكم عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة موقتوي مسائل كخفية قرص الله قرآن الحكم لا يقان ودين تكمل ضم مقدار لقى الله اللعوان كالروح إنه كتجي أدلة عضيسنا أي ظاهرة وبنان كتال أصغونا إنه سنكرق من أي موقت وبنان كتال المتواترة محوها متواترة أدلة إذا تواترت وتكاثرت ومن هؤلاء القوم قل يا أنت تارك كم إذا نوي ديسمبر شيخ ولا أو غير ما مكوا كل إسلام كشكتا طائفة كستا أودي دي إن الحكم ديني ذو موقت واجب كرق أنتو أما شيء حرام إلى حرمة أي كتك تديده حكم كاس وحكم عن خلاف الله إنه إسكعد ويا هاي أدلة يكون برنت هاي أما خلاف كيس خلاف معتبر أوزن هاي أو تتارة كوحدة أو تتار كان أما مسلمين قل يا كل إسلام شكتا فإنه يجب قل يا وحواجبي قتالهم لا دجالهم كودي حتى يلتزم إلى يكون رقمان ويهرجليان كل شرائعه كلها إذا كجوان مشى يدا شرائع الدين الإسلام كوردن جميع الشرائع جميع الأحكام باللوجدة أحكامتي واجبات يا محرمات ودنبا يا حكم كأي ديدين هرجليان ودنبا إلى أي سيد نما يصير أفليان حبضها قصعا وإن كانوا هبا أهادين مع ذلك ديدا معي يا التزام لأنتاس يمتنع عن معيس الناطقين كوكوها الله أما مع وجوب قتالهم طيب والجهاد عليهم بالشهادتين كوكوها الله حتى توحيدتين أسوأ توحيدتين بأن الدري أشهد أن لا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم لأنه شهادة كما هي سنة ومحمد رسول الله كما هي سنة وحقود لمن هي صلاة بكتغي صلاة دان كما هي سنة توحيد كما هي سنة وحقود لمن تي إن سوم ويدي ولقوك رواي وحقود لمن إسا إن الزكاة بحين ويدي وحقود لمن إن بنوك تربيه وإسكاد لقاء واي إيا شطيقة إيا ليسن كأتسين إسا بنوك تربيه ليسن كادو قوين يسمحوا عشرة ميت جوج باللقاوي جهاد وقال كوه الجنب باللقاوي زكاة بيحي باللقاوي تنظر لمن مرك الله سكوما قصو لا إله إلا الله محمد رسول الله وفي عنته لنا خير الله كسي انت وقف في عنته لكن انك لو لمن يسا طيب وحي سكوما قصو روح مسلم كأسوه توحيسن أو سومي أو صلاة أو حجي أو عمريسن أو زكين سولمد له هدودين بكدع أو قاطع طريق النقضة جعنتها اللجون هذو صارق نقضوا بجحب اللجود إلى أسوق محسن هذو زنيجته ولا كرباش هذو صن محسن هين إذا نسكو محنو شاتينكو مال بالو جب هيا مرك الله تما هذو ويح كدم بيا بالا جربا قرق إسلام كسوق شيء أنت يسيك لو أنا خد قنت إسلام كقيب بانك قد رقم قيبنا يلي ما هي أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرنا ببعض وي حتى يكون الدين كله لله بالودي الحياة رما وين أسرع عيسو وح كلام مج كلام مجرا ادخلوا في سلم كافوا
إسلامك رمى وأنا صقش من عقب إلى الرأس وإن إسلامك وذبح سوي ويحكوا واجبه ضد هنا ما يهنا فنا فبنك دقة هي وأم برا هي وحنا نو زيف نكون كلا برينا الله ضد برا وطن ولا كلا بري وحنا حيا مجرد كلا بري كلا بري بوله طيب وإن كانوا هذا أبا هذا مع ذلك أي مع وجوب قتالهم ناطقين كوكوها الله يوكو دلدلها هي بالشهادتين وملتزمين كوكو رقمها النقدين ببعض شرائعه أحكام تدين تقيبا كمدها كو رقمين هالتوحيد سدين انت كلا اي كتيان بود من هيان الله ينهي كما قاتل ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه سيده ولا دغالمين ابو بكر والصحابه رضي الله تعالى عنهم مانعي الزكاه قولي الزكاه الديده بحن وايي ايا لولا دغالميا الطوائف الممتنعه اصلهم وابليس وي كفر ابليس ابليس مرك لي نبي ادم السجود اقر بالوجوب وبالامر واعتقادنا امرك انه واجب هي انا كولي هي لكنه امتنع عن التطبيق والتنفيذ مركو كفر الطوائف الممتنعه وكفر ابليس الاقرار بالوجوب والاعتقاد بالشيء مع عدم التزامه وكفر ابليس هو يقول لك الى ما منعك الليلي لما لم تعتقد لمدهن لماذا لم تؤمن لمدهن ما منعك ان فلوس محكور استغل لي ما هو المانع من التنفيذ والتطبيق والفعل لقاه الله يا هذا كفر ابليس هو تيب شيخك الله وعلى ذلك سدى ايضا باتفق الفقهاء فقد وافقين بعدهم بعد الصحابه وابي بكر ابي بكر يا صحابه كذب فقد وحسكون راعين ان تلك النوع عاسل للجهاد مع سابقه مناظره ايضا هرمرتي دوط نحمرتي مناظرة عمر لأبي بكر رضي الله تعالى عنهما أيضا يدود كه الرئيسي أبو بكر وعمر أحمرتي وكو صابسا لمن كنت كان يسوم يا صلاة حقنا التوحيد ثانية لكن زكذب بحين واي أيضا رمزين واجب تاي عمر وحود أن يركادين تضرب ما هي إنه دبان كب بحين دوناني أبو بكر نوحود هل حرف هل نيفو بحين جنة دي ديدان بل لم كيوا أقوها هيانبو هاو شغوين يكسر نقطه سيدي صوبانه كوكا صلوات ربي وسلام عليه. مركا دودي يا ريت مركي يا سعودي وحال دريمي وصحابه اركين ابو بكر وقرلي هاي وكان افقه الصحابه واعلمهم ويلك صحابه اها ميشي سيبا لسكوسو بيا شبتي. فاتفق الصحابه صحابه حيسكو وافقين على القتال دقال لم بيسكر عن الجهاد على حقوق الاسلام قتال كاس شرع واستعمالها جهاد قتال ايه غزو ايه هولها صلى استعمالها. حرب انت بدل ما استعمال هي محاربه هي لما استعماله طيب الايسير الفد جهادك ميله خاصه او ربضة ايو قطع طرق يا لو استعمال حربك يوح لها المال فاتفق الصحابه صحابه حسكو وافقين على القتال ان لو دغلم على حقوق الاسلام اسلامك حقوق ليس بمعنى مرض دين الاسلام سو غشي واجبات با كفولي وضمها قاركود مركا باسبور كقاته اما كماندا شيطانات كقاته طيب وإن فكوك جيسو حقوق بالوقوية لازم ما أحبار لقار ربا واحد من الفلوس أصلا يسلبوا له وحنا حق بالوقوية المواطن باتهاي بالوقوية ريه بالأه نفس الشيء مركز قاتل شرع إسلام وتقوق أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن عبد رسول الله واجبات بالكو لازمي وحوانا وحيوانا ولا قار ريبي هذا سيدا يلو يدو شرع لقار الله بنو أنا لقدي له لودين ماي جنسيتنا والله قاضي وانا لقديل نفس الشيء وي نينك الإسلام كسوق عليه فلين ويا ودمان هيا حقوق الإسلام بلي هذا عملا كل رقم بيزيد أو يلا صحابته بالكتاب يا كل رقم هيا وسنة مبحث كان مسائل باكوجرة شيخ كل طائفة امرأة طائفة تطلق على الواحد فأكثر طائفة وأهل روح يا كبدا بوالا إلى هذا سيد المفسرين شيئا في تحت قوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة طائفة منهم طائفة واحد بنغنكرة مركا رجم لقارم جلد يزن حتى إذا وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين أي واحد باكفلا طيب لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين إذا الطائفة تطلق شرعا ولغة واصطلاحا على الواحد فأكثر لبو هل صدح جماعه
بمعنى واقوح كستا هل يكبضا قبائل أرو دولدو حكومات لبوذات وحيدونها النقدين كوح كستو مركا ممتنعا نقطة أي حكم كان إسكاله طائفة وإنه فهني الامتناع محن وقجدنا كل طائفة ممتنع وشيخي ممتنع ذو حلوج وكوح ذي امتنعت عن الامتثال لأحكام الله كل أحكام الإسلام كاي أي طائفة وأقول إني واجب كتها إلهي ساري وقلين بافرية وقل رقم اللقاء أيهاي مثل من امتنع عن أداء الزكاة للجباح تذكر الله صدر إني زكاة أوريان بودي وديبه إذن امتنع واسداس امتنع أمرك أما فعلا بنقن والله بس سيف لسو تاغن أما حكما بنقن أيه هذا هو سيف يا آكا هذا كده قال لنته ويسكو دفاع للمريد لكن حكم كنا ذو فساد ديدن تاي ودخل لقانته وحان نكو ديدن تاي قاشان بورس كوحدة بك ترسن تاي نمانك ممتنعين تاي أوركي بات كجرتا ودحفر لذا ضد أن تصبح يروريج وشعب بس كان نقول لكن مع الجماعة تاي مع الحكومة مع القبيلة قاشان كاسي يسيفها أي قبيل كسكو دفاع عن بظهر سنيسة مركا وطائفة فردا فأكثر امتنعت عن الامتثال لحكم أقرت بوجوبه امتنع مركا أما حقيقي هالنقض أما هالنقض هي حكم هالنقض كيفية الامتناع يا أبها إن لا شرحه وقال امتنع بالقوة والسيف والسنان وأنا قاعد أصوشي فعلا أو حكما سوق المهيو العصيان المدني وحلو يقانو طيب عصيان المدني وانين فرد واسوق غونيس كيس تا ونوبنا هيسني تبرنا ان لاينو ديدا يري ما حال سوق ما لا حق بدني والله بقوجنيا حكم تقال لي هدي قال ودبنيس الا سوق تور ملها نيكا اسغا وحان سوق لينين فرد قال ان لاين اود او كو امتنعان لهي ومع ذلك خرج على نظام الشريعه الاسلاميه اسوا مرتد مستقله مرتد مستقلة وهي طائفة ممتنعة ومصطلح قونية وكل فرد أو طائفة امتنعت عن الامتثال لأحكام الله بعضا أو كلا واعتمدت بالقوة والسيف والسنان نمن كوا بدو قونية أطمان فرد كأسوه خرج عن الشريعة الإسلامية كأسوه حقالها يا ننكي قرصدي أيدي أروصيب الحكم ياي قرطة لقبان هيا قونية بالله صار هيا أسوه طائفة ممتنعة ومرتد محاربة لله ورسوله يقولون بحايا بغادنا ماشي سوق لما هيانا يقول لأنه بغاد تأويل بيلي وأنه قاردنا إن شاء الله تعالى ماشي كما جران أنت وخلاصة حكم كأطائف الممتنعة لبقى يضمون كلا قادينا أصل وأصل قوذو ننك طالبك وإنه إسكال الصعود أي مهم جدا جدا طاي أصل كوحاوي كل من انتسب إلى الإسلام وسلى إلى القبلة ومع ذلك كدع الذنب وكم مضان هي لو لا دغالمه ولا لو ديلو علوم لبا طريق بكليين قتال اهل القبله او قتال من استحق القتال من اهل القبله لاهل العلم ومطاغرين ان وجهوا ان لهم طريقان لبا طريق بكليين نمن يري نكون مربه دو اشهاتو توحيسدو ومع ذلك اوتو كدو قبله وجهسدو واهل القبله لو تريو خلطه كله اللي قد لها يوحان اعتبارين كالبغاد وبغاد سيدي بغاد ما الله قال لبي مانع الزكاة وبغاد تطاركه وبغاد خوارجته وبغاد باب البغاد قالية أو طائفة يرأه علماء يقول المامين أنه رأي رأي ضعيفة ترده الأصول كتابا وسنة وإجماع السحابة لكن وكل رأي جلس كأقو نمان وحي دقاله طائفة أي مضطه من أهل القبلة باب كجلية جري لكن هو رأي ضعيفة لم أي مدى متقدمين حتى كبار أهل العلم من أتباع التابعين إلى يومنا هذا أيضا أقولين وي لكن هو رأي جري حنافة قيبة كمذا شافعية إن كمذا مالك كذا قيبة كمذا أي كل عين وي لكن مردود وضعيفة رأي الشاذ أو رأي قاسقة طريقة اللباط وحوي أهل القبلة دقال كمطاء وينو كلا قيمين النبي هذه نمن ونمن لو يقان محاربين ومفسدون في الأرض وباب قطاع طرق بالقلين
وقطع طرق يا محاربين تا يا خوارج تا اسكو بابا مرهيان بغاد مسلمين تا اهل خير كي تاويل كصائغ عليه لهم تاويل صائغ حق ان اهل العلم قام مسلمين تا ضبطه الدوله مركا جرتي وحكا طبني نظام مركا جري وحكا شيغني نمن كان مركي بحان وحالا ورم حاجر محاقون سنتين وحاقون سنين حكومة كتاب قال لكم مرة قانته وحالي جور يظلم حي المدارس بيكرد مان لا ضاي ومستبدين تلو احنا قمص هيان شرع الهي مؤفيان حالي الدولة دي وحاصل لنكو يزداك قربعة دولة دي وحا دي السحر ويها قاجسنا وخير وصوحر الله ورنيا هديها قاجين ويدنا والله كلا قرقادي ونمن أهل خير أيوه ناسون علماء لكن نظام مركز جلو الدولة ديت أما حكومة رأي دينات كديدا ولا غير نقاشي هذه اللي قنعية وخير هذه بعد ما وحلو عدي يبكي على باب شيء وهو شيء دون هي لا سوبي ولا قاجي اي لا سولو دون ويانا مركز سيف بالغدا هي نمان كان بغات بالي هذا وحا اصل اه وحالق له حرب صفين ويوم الجمل ايا لقيا وضيالك سحاب احمر يبقى اصل اه أيوه ومع ذلك بغادة متأولين تأويل كسائغ لفسق معها لا تفسيق ما هي لا تبديع ما هي واجتهاد أي كو خلدمين كخطأ المجتهدين من أهل العلم في الفروع نفس الشيء وادم ب وقرن جنالها أما أفرادها يوحاب بالله وطيب بغادة متأولين تفسق وهي شيخ الإسلام وحيو إن من كهالي واقع أيوه إنه لا ينبك هالين بروحي يجوجين بغادة بحجرتي بفسقوا بنيت حكم كالشيخ هيا وحكم واقع ذو خسي بوري اما اهل العلم الكبار الشافعي احمد بن حنبل ابن مالك ثوري اي محوها يا ابو حنيفه ائمه واوين يا علماء بغاده متاويل انت لهم تاويل صايغ وعدولوي كو لو بحي واسكو باب كتابك لو كلا حكم هيا اجتهاد كان لو عور داري ادوسن قال لما قارسي سنين تفسيق الله شيخ للبغاء نوى راي الدم حادثه مبني على واقع معين انا لا دغيسنين بغادنا نمن لا غرتوي طائفه صدحات باجرتا طيب طائفه صدحات والطوائف الممتنعه وحا اصلا مانع الزكاه مانع الزكاه امت به قامن هيا قسم طوائف من طوائف المسلمين الممتنعين مانع الزكاه بي كواب ترسن هيا المحاربون والمفسدون في الارض قطاع الطرق يا خوارج بكواب ترسن هيا أهل قبل المتأولين الذين لهم تأويل صائغ خرجوا على نظام وحكمنا جمل سفين يوم الجمل حروب تدحمة الصحابة وكواب تسنيا وحيا لسكو قسم ميتا لسكو ما قسالي صدح رام مسالا كالجرة المفسدون فرد المحاربون الممتنعون عن عن شريعة من شعائر الإسلام يوم حان نري البغاة صدح أصل وين لك خلق هذا كوح لا مركا ابوهد وحاوي اصل كوضو مانع الزكاة اذا الطائفة الممتنعة انا اسود مركا حكم كذا كاس وحوها لو طريق وحلوك الاجبيه نما وحكا استوى باب البغات قليي انما لي ولا بد من تفصيل بغات يا نمان كلا كالجرا نمان كي يدي بغات يا نمان كلا كالجرا سيك لا قايس في حكم الطائفة الممتنعة يا تاسو نمن نظام خرجوا على الاسلام نمن وقالوا توسا وحي قال نمن اوي نينك هويدي اروسي ايو عرانيين ايو ايش نمن هاي عبد الله بن خطل ايو يسوق عبد الله بن ابي سرح ايو هل كاسك مرتد ملح بنا كاس وي مايا مايا مرتد اهل قبله ما وابحي كما ترسم اهل قبله وانهم كان سيسوا ولا تكفير نوي طيب نمن اهل قبله ترى ولي لما قال سنين طيب هذا حوشر حي بعض العلم ومسلفة فهي أهل قبلة المعدوم أهل قبلة ومن لم يقع بكفر ظاهر إلا تكفير نك ونقبحي مرتد كل ليس من أهل قبلة نمن كان مركا الطوائف الممتنعة وحكوا أبتسنا يعني محوها هاي مانع الزكاة مرتد كسوق ماشي نقبة ترسنا إذا الطوائف الممتنعة أي حلوية قلنا شيء جديدين هنا يفلين لأيهين وحي آمن سيئين واجبي هاي أيجا يوم ماذا كلام الأولى لكن وحيد الدين هنا كل رقم ما كم رقم مكرر ما سمعنا إنه يالي ما إنه ديني ورسمي مايا تسمعين وين وضعوا إنسان إسكان سي بكل إنسان إسكان سي
نمنك أيجو مقالة بهذا الامتناع لا بالجحد ديدا أي ديدا حكم كيني فليا أو يكون رقمان حقا أنا يكون دقالم هيا ما كو قالوا بهيا مسوا مايا هذا إنكران وجوب كأسوق مرة ملها ديني قال أي مرتدين ونمن قاس الله بيس ويدين ميسو لأن من كان يقرون بالوجوب ويعتقدون بذلك لكنهم امتنعوا عن الامتثال وطاعة والقبول إذا كفر الامتناع ميان أرنينا مسولي وباب البغاة بانقلنا وباب الخوارج بانقلنا والمفسدين وباب المحارمين حقين قلنا صحابه وحكوا إجماعين من كاس إني قال يهين وحالك قاتي وقالوا لفظي صحابه الله ما هيو وصدعه عدني قال يهين لكن إن صحابه يسلف كي يتابعين تطمان بعد موت محمد ذاتك بحي نين زكاة ديدة إنو بحيو إنين أصور ردوبة مطلقا كل مرتدين بأي قانين حروب ردة اللو بحيي لما كلا قادن طوال قد لشري وإطلاقه أي لفظة إطلاقين ومعتمد ثانيا معاملة الصحابة لمانع الزكاة وحي أهيد معاملة المرتدين ننكو هادو يهي مسلم يهي أندلو إنك محارب أو كمفسد في الأرض أو كباغ أن أدلو إنه أو كخارجي من برنان حوله سإلا برنايستو يحاس كسي عروتيس لكن صحابة مانع الزكاة ديقو ديبا برنايستين هوينكو ديبا برنايستين صبايات عروتو ديبا أدونسادين حوله دي يوحك استوحي داين مجران عاملوهم معاملة الكافر الحربي إذن معاملة الصحابة لمانع الزكاة إطلاق الله بضع أصل بيكوتها قنتهاي نينك تفسير الشيء قصة قال قدون هيا من سهل هيا لا يوجد صدرت إجماع بسوقوريين الإمام أبو يعلى القاضي الحنبلي في كتاب الإيمان إن الصحابة كإجماع على كفر مانع الزكاة وحاسوقري الإمام الجساس في أحكام القرآن أبو بكر الجساس الحنفي وحاسوقري ابن منذر في الإشراف بكسوقوريين في الأوسط بكسوقوريين وجد عفوا وحاكلوا سوقوريي الإمام بن عبد البر في التمهيد والاستذكار بكسو قوريي وحاسو قري ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه وحاسو قري ابن القيم شيخ محمد عبد الوهاب شيخ محمد إبراهيم علماء الرنبا سو قوريي بعض العلماء المتأثرين بمذهب المرجئة والجهمية كالخطابي والحافظ بن حجر ومثل هذا خلاف كتل ما بيبا جرى خلاف قوم متأخر حادثوي لا يعتمد خلاف جرما يعني إجماع سابق هدو جرو خلاف قدم به حادث كان لا يعتبر ولا يؤثر في المسألة بل وحال عديين متأثرين بمذهب الخوارج والمرج بمذهب المرجئة والجهمية إذن لو الرأي علوم الكلية الطوائف الممتنعة هل تكفر بمجرد الامتناع والقتال عليه رأي جمهورها العلم النعم جمهورها العلم النعم بينها وما كان متأخرين كهالين صحابنا ويكون إجماعين بقى صحابة أيوه خلاف كما قبان لكن صحابة أنت كدن بيس خلاف كي يدبن وكهلينا جمهورها العلم من امتنع عن التزام شريعة ظاهرة باطنة أو ظاهرة معلومة من الدين بالضرورة أو بالتواتر ننك منع وقاتل على المنع كافر ورأي جمهور العلم المتأخرين جمهور العلم المتأخرين أما صحابة فيجمعهم محفوظ قل له حاجة أيوه لما وابغات وابغات لمن كأيقاء أو متأخرين رأيك أنه ضعيف يا أيها الشيخ يشرح أن أفافاهي وحد أول الله باتن فافاهين تأراد النقد يا ذبا مجرد كلا باتن يسيدي هذا أفر بقول لحدن يسيدي إسلام مجلد كلا بترك الشم بقول يكو إسلام مجلد كلا بترك يسا شم بقول أفرتن يسيدي شم بقول يلبو شم بقول أفرتن يشن شم بقول كنتن يلح انت أبو حلو الله بنكرا مجموع الفتاوى سيدو كالي الفتاوى الكبرى مجلد كأفراد صدح بقول كنتني صدح بلغو الله بنكرة إيو إسلام مجلد كصدح هذه الفتاوى الكبرى شن بقول كنتني اللح انت بشغو وكفا فهي فردق أسوق ممتنعة فرق بلغو كالقال هذي فردق يدانو وحوا محوما يتوكن ما يم أسوق أول سود فعملة وروحي بحبا الليل صوم بالي صوم ما يبو امتنع عن الصوم والذي لا يد الصوم وهو وانا مرتد اذا امتنع عن الصوم ولا سوقبته
أوصل أوصل ما يسوي إجتهاد لحضر لصاري والد لي لا يصلى عليه ولا يورث ولا يرث بيت مالك اللقينية وكذلك صلادي فرد ممتنع أصوى الله سوق من تكله صوم بالله حجي حجين ما هي صوم ما هي صلاة ما هي ماذا حال لقينية صلاة ضعيفة بكدو وانت هيبة سيد إذا ترك هذا سير راجحة أي صحابه كو أجمع إنه كفرية ترك الصلاة مجردا أي كفر مطلقة وأنا إجماع محفوظ عن الصحابة زكوا أيوه فرد جا امتناع أي حق باللغة قاضي حان للدليل ما هي حوله كو واجبي وأنا كل جي هذا بشرة كل حنول أن تبر الله هاي رب الله سين زكاة باللغة قاضي وحق الدنيا لي هنا كبر باللغة قاضي إن أخذوها وشطر مال بن جارد من حديث بعز من حكيم هنتو حولي مال يموت بالله بأس لي على قد يجي جناح لمن مليون بولها مليون بالله قاضية شن جوري بولها لب جوري يبر بالله جب من هيا زكاني روا الله قاضي كاسو ملك يبقى قلي صون كي صلاة دي حج كنا هذول لي من وياه ولا جد لي صلاة أنا ترك كذا بس هو قالوا بهاي بقى يض تاسي وقوني فرد قاسو ممتنع بمعنى إنه تكون وياه دي دي أما إنه صومت دي دي أما إنه صلاة دي دي رب الله زين هوش فولي وافلون لحد سارية وركزوا اسكو كوبان يهي اللهم مانع الزكاة حب حول الله قادي كل جاء الله قال يفرد قطع فضل ما ممتنع على دقال الله ميس مرحبا لا يعتبر وانشين لكن وحان ربنا إن هدو لقو قرنا بلعقاده حتى هدان خلاف اعتبار انه جمهور العلم سيدي قبان بان قبان وانا كشار وغان هيا اللي حلان كسارن هيا هذا إجماع السحابة ديدا بنا كهلا إنا وحوائل لعقاده خلاف كادن بعض الله صور تنصم أسقى من صلي ما ينابا سال لو بلا يان قادنا إنا أن كل حجنا إنها إجماع السحابة إذا صن كل رقمنا كوجو أيسان عيادا بالله تيبو الشيخ مرك الله رحمة الله تعالى عليه وكذلك ثبت عن النبي سيدا سوك لمانع الزكاة إن الله دقال لما ويقول لقود جهاد هايو أي وحاسق ناضي سيدا ما عزك أقوله ثبت عن النبي من عشرة أوجه شن طريق طمن طريق وحكة بضن أي النبي وحكة سوق ناضي الحديث عن الخوارج أحاديث طمن طريق بضن كتمت أوجد هذا الحجة وأوجه من الصحابة معها طرق معها وأوجه شواهد بوجد من الأحاديث عن الخوارج خوارج تحديث وقصة بس إن الله دجال لهم بايمد يو الأمر بقتالهم يعني الله دجال لهم ولا أمري وأخبر النبي وحوشة أنهم خوارجته شر الخلق أونك هو شر بين يهين يا والخلقة محو أي خلق وأونك النول يا وحجرته خلقة وبها إمتى أو حجرني ولا داكو فسري طيب مع قوله النبي تحقرون صلاتكم صلاتنا حقر إنسان مع صلاتهم صلاة الخوارج صلاة الخوارج تكذان يا تأذن كنت كتان ما كسب بريكتان وحابا إذا كصلاة في عمايجا وصيامكم مع صيامهم حديث البخاري مسلم بصوص صار في مواضع من صحيحهما فعلم وحال لو قاديب الشيخ يجري أن مجرد الاعتصام شيخ مسلمكم مرة يأذ بوشرح وعليه إنك خارج جها الصومي الصلاة هي التكن هي الزكين هي عبادة الله يا عابد كمطيع أها هذه دم بأوجل دي جس لغو بنا يستي كوا خوارج كل يستحق عبادة كان فساد محمد مدام هو أجو أيامه تطرقوا مركك الله يا نمنك عبادها قرف لغتك يا شيء سبرت قال يا شيء سويت كان هي الصوم كو دبي القران اخذ كنا في بحي وحي حرام واركان كف كان هي عباده النبي هدي الله جرى ويري او لو هلغمو كو ايغو دينتا كو تمن هيا شرعه با كبخا هيا ان حتى فاسقين تن تكني ان صلاه في عن لهين كو وحور وان عصر بلونا سنه وي كويا انبي لو كبن مركا نينكي خوارج دلكود او غلاداي وخطأ أبو رنو كشكيو الممتنعين عن الشرائع الإسلامية وعن التتار وخطأ أبو لي فطرة وإسلاما هذا بوشر حرمتي ورحمة الله تعالى عليه فعلم وحلو قد هذا أن مجرد الاعتصام كده جدا كلية ولو قد بالإسلام يأفك الله شكت مسلم باناي إن عبد الله علي علي بالله إذا لا تقنات ومحمد صلى الله عليه وسلم سيتصبح على ورجيو مع عدم التزام شرائعه أصغر شرعي أحكام الإسلام أن لو قد قمينين ليس بمسقط للقتال دغال كغه بدباد ميسي ديغا او كو دادانيا باشو شهاده لوو قودا رسميه ما محمد دينتيسو ما ديانته مسلم
ديانته الوغر باصبر صعون مسوي شيء ذا أما باصبر كقره أما لباتن شرعي كقاله مر هذا شرعي كرقم ويدي ورك هذا وعدان هي الله يمون لقاوي مع عدم التزام جميع بينه لفظ بينه قوان مع عدم التزام جميع شرائعه شرعي شرائع أحكام الإسلام أحكام الإسلام كذا ما أنت دين هذا كل قطنا لجاوي حق أن هذا التوحيد تنزه هؤلاء سيكون أنفعهم ما يصير ليس ما أهانه ويعتزام كاس يا شجعت كاس يكون محابس الإسلام كم محابس نزه بمسقد مثل هذا هي للقتال دجال كي واجب كه فالقتال دجال كي جهاد كي واجب واجب حتى يكون الدين كله لله إلى طاعة يا نظام الدين هو طاعة والالتزام إلهي كي جل الله ضيعه وبن آدم كل ما أنطود إلهي أهجان زمان حكما ونظاما وشرعا جاءت وصعونا وحتى لا تكون فتنة إلى إذن وح شرك آنين أي حتى لا يبقى في الأرض شرك ابن جرير الطبري أبو جعفر الطبري إمام المفسرين سيدة سوليه حتى لا تكون فتنة أي حتى أي لا يبقى في الأرض شرك بهلق وصعوني مهم ويهوش أيضا فمتى كان الدين لغير الله وإنه قال الدون مرلا وشوء فمتى كان بعض الدين لله وبعضه لغير الله وجب القتال هديش نظام كي يمامل كي يعطى عادي قيب كمد إله الله سيئو قيبنا إله اللو ديدو دستور يا بارلمان يا حير بيكتيو وضي رقمي دو ورجيو جهاد باب واجب باب إذن وإن أما قال لما أقعده أما إسلام لما أقعده بيرك جعلي حيد جعلي لا إله أولا ولا إله أولا سيف بإذن كالقوين سيفتا كالبحين أما قال الراعي أما إسلام بعض راعي وحب الحياة مجرع لو ستكوض بأن نقول هيا نريك لبها لا نوكتا إسلام كالا قام أقول شرعي إسلام كو وضا رقم وضا قاضو ويحكوكو واجبة هديك كالبنان كمروي شيخ مروح فمتى كان الدين لغير الله الدين الطاعة ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك الدين النظام له كان سموي وحا دستور هذا يا حرك لك الدين وحا ويا لما يكباكي ريلو دين قوام حوا الدين يكون رقمان شرع الدين وي طيب دولة وحي دكتين دين وي ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك غر هؤلاء دينهم لكم دينكم ولي دين كان من دخل في دين قريش حديثك عائشة يا ابن عباس في السنة نكون بري دين قريش محوها ومن دان بدينها بيقولين صحابه قريش الدين تيد شرك قد الدين وي بعض الكذا هو الدين دين تمرك واسم جنس يطلق على الحق وعلى الباطل طيب مرك الدين الحق بقران كوي استعماله انت بدل مرها دي دين لشيء ولا إضافة ولا قيدة ولا فهم يا سياق مرك الوقت قيدين بقى فمتى كان الدين إذن هذا المسلم تهي آدمت هاي خالقك أبو ري إيه كتابك الله وزود جي رسولك نرى عدوي ما لك ترى الله ولا كلام كل شقيزن هيا أو ترى كتابك ومنزل دستورك ومقدس وأتقاله ذي والوجه هذا هيا وحاطر صلاة الله هي مسايد يحجك عمرها ولا هس الله نقوله لكن قاب ما ملك الدولة ده إيه ما حنقول رقم إن مرة سماليا قضينا مشوعيا قضينا مديمقراطيا قادنا إنا ما كتابك القرآن كي منها كان كل رقم إنا ثاو حق قوان كجارة شعب كبرلمان كأمة الله بنجاية أمة بقول كي بسجاش محيو عضي سمحوا إن لقاته بين الكور يوم حلي ذي أمة دو عضي سي يي أنت كي شبك قالوي هوشة أنت دو عضي سي أنت كي شيء أترز عتك أي وافق ذي كل مرتدين وي رمان وإن الحق كل ودون قلقة سيفي طيب askagatan adunkan adunka ayuu haaburteen adunka allah abuurey asagana asaga abuurey dadka allah ayuu codaynaya kitabu suraaciye kitabka inay ku dhaqaan kan adunka haday kitabka ku dhaqi waayaan way go'ahayaan la yastahiqoon alhaya walaysha fi dunya falyadhhabu ila alamin akhar wa ila kawkabin akhar wadan kale hadagin on ahayn adunkan lagu nool yahay laakiin kawkabki ilahay abuurey adunka baan ku noolaan sharci kale oo dhul laga dajiyay baan ku maamulayna واحد سعونها يا ما هوش هذا لسكا إلالي هوش هول جرتما عقلا بيو خلطنتا وفطرة انت قاعدين بإسلام وحكم والدين اللي قاعدين طيب فمتى كان الدين لغير الله فالقتال واجب فأيما طائفة كوح على كوح دي امتنعت ممتنعة كرهبتون توي ممتنعة بقوتها وازدفاع كرتا
بسلاحها بسيفها وسنانها امتنعت كرهبت ان تؤديد عن بعض الصلوات المفروضات صلاه الا فرد قيامك من حول ان افر بان تكون مثل تكون بما يبا او امس الصيام ارتكا لواب الديديب سيفت سرقتي او الصيام اما صوم كبير ديدين صومه او الحج اما انه حجي يديد مع القدره عليه طيب ولا قرن هي هذه او امس وحديد عن التزام تحريم الدماء ديقا واك حرام بلا ما يبور مسلمين تديقا واك حرام اللهم ننا قد كدعي اما حد كدعي اما قصاص لو يشي مويد ما يبور نينك اني غور يما دو وان دلهايا ديقا وا يبنان يحي نينك هو مستحيل بادي كجوك بالوابد امتنع وان ودا هيا بردين ما هي ودد كان اسكدا ما يمدي والله ينهايا طيب او عن التزام تحريم الدماء ديقا انو حرام يحي با لغا وا انو التزامه يا والله مال حولها مسلمين تا يا اول خمر خمر انها حرام طيب الله شيء دابا لو دين واي او الزنا وانا الدفاع يا دين واقي الا ان طبعا لقبتو لا شابو ولا كرباشو سيف زور غنيا يقاتل ويمتنع او الزنا زنا دابا لا جوجي ما جوجين ما يبور قبتا لا عريسو دابا دابا طيب او الميسر قمارك او نكاح ذوات المحارم إلا قرصد محارم تويدي أبريرتي ولاشي قبضوا أذيرك الرنك أوها قبضوا أبتك أوها قبضوا أوغو أها آيدي آبيه كدنتي أوغي كدنتي أوغي فري طيب ويلكي ستو قبي كدنت أما فري محارم محرمات لغا حرم دمرك لغا حرم على التأبيد بلغاها الله يا بالنصب أو السهر طيب أو الرضاع إلى آخره المهم نكاح ذوات المحارم بل أوكر وإنه جوجيه هو يدي بأروسها يا أيدي بأروسها يا إددي بوا أروسها يا مجرد أمهر كوش عقد كحلو قالوا بها يا كازو إسكاب الدام وحكى ليه حديث خاص كويمت امتنع أو لم يمتنع هذو هون محرمة ومحارم تيساء وان قبائل هذو مهرنا سمي أنتو جيف قادر كاليفورنيا فدي أوجيو ولا وان كده في الشهادة نكح نوصل به والله ما خرطوم ملا قط قالوا صوك حيو ومن صدح بقوله شنو أديبه كدي من وقادي وبنش كدم دمسي قادو هوش الدوقي هاي يا لابد من مخرات هوش أجا يقول كي جواد هوش كل شيء كل كفروي والله حق هيا مرتدون حديث لكن المحارم تكذن يسوتو قتلوي حكم سواء القتل زندو موقتي وقوني وحكم قوني لكن إن وحاران أد عقد يمهر يشهد أصلا مسي مخراتيال أوتيس الصورة محو آي دينيت يا نكاح صحيح مجعي آتيسو واستحلال فعل آل هذا طيب إذا وكو قالوا بيسا ولو ودلي هاوشا صمالي بضان باقود عضي يقول لك ويدي ويدي كل فيني وان قبا ودو طيب ميلان ديري وحاكد عضيني ولا شيء أروس وحيري تاج انتو وحيري نكاح صوصا ميستي مهر وراق مخاتيال أروس ببدلال الله لقي طيب تاش قبل شيء يسوق أو الكاميرا لقط دبي مع كل الدين ويكوب أنت النور واللي بحافظ استوى يكوب أنت أو شو أسكيل عليه من عقد نكاحا على محرم منه كافر وي طيب يا ويأجهن ويأجهن ويأجهاي إن لجور سنكرين نن صمالي ونأجين محرم جسمير أن الوحي كان المجرى اسكب دا محرم كيزي قبائل انس قرسنين باجر قبائل دن وقبد لما قرسد ما يا انا اسمه بقينبا ريح بلا دان اسمه بقينبا قبائل دن وكلا سي لح او اسدبا واس قرسن وي اوغي وح كغل لي تو سومالي انت تقان ددك ان غيان كاد عيد يقان ما جرام ومعلوم من الدين بدر حتى اجل الصوماليين مثل ايدا ما قرسن محمد ميركن احنا تاسلينا كد عبد الشيخ أيها وديعة أروسك أروسك أيها وديعة هاي وش حسن أروسك أيها وديعة هاي با أروس لسوقرو جين هايو قبض وقل مون هاي ما وش حسن بالسوق حين حوش لما لودي قبض باللوك يعني لبا مخراتي يالا جباتي قبض التاش بي قبتا وبحب اللودي بوا المهيرين وذات با مخرات شهادة اللوك رئيس قبار هذا هو تجا يا مرايك أنا يوروب إسلام ثنا سوق ورسالة بقوله وار ولاشي هو يدي عبريرتي إددي
شيخ حسن هؤلاء هذا ولا مزعج المدير هذا وكتم هذا موقته هؤلاء إسليب أنك الله إنا طيب وحش بقى مجران سكيل لا شعمر مرك عند التحقيق مرك قال لي الله كنا نقال لنا هنا وحوي وبحث وحوي أن تعليمي إرشادات توجيهية وي هادو مرك الله كنا لا بيس جورس ذي ونوع عاصم هي قال لي الله كنا قال لي تحقيقات قضائية إجراءات جنائية لا إيمانية هول إنه طال وجه ما هذا هو بعين شبهات كنوع عاصم لو مشي مجالس ته هوا شو قال لي بس كلا تحقيق هذا أنا حكم كان سيد دينينا هادو قال لي الله كنا سوها في ريو جاهل مكان نوان كان كونه قاله عور دار مجرى أسقى بارن دونا لكن أنا وحنا كواس وين لقبتوا الحاقو وما دلقة قابيو طيب باب الفتوى باب القضاء أكل دوان أين إلا كلا فهمهم جدا وي المهم ما تنجى ماشوا كقرا ما نو آخرنا هي ما فتوان هي ما تنجى سهل فهم أو نكاح ذوات المحارم أو أمسى عن التزام جهاد الكفار إن لا التزام قال الجهاد كذي هذه وبليوي عرب ورن خيكو قالوا ده أنت وح كلا قارن كم وي كل قد وحي جو عاميات لما أنتوا صراحة أو تضمنا إن جهاد كطلبة اللي إذا أوسن جرين سيد سبا أنا قل جهاد دفع بان قبنا وزارة قاشان ديك حتى الصومالي وسكرة محا قاشان ديك قلي ضل كذي بابا مقان رول بابا لقاه استمحا قاشان ديك وزارة الحرب والقتال إن رهي عيزوما وزارة الدقالك يدولانك طيب سوما هاي بحالي قاشان ديك قاشان وامع دفعي وي نيلا صور الرؤساء سيريون سوما قبضي إذن عرب ورن يوحى إسلام شهد كل وحيد يوحان أمسنا هجاد الدفع حدود كلكو طلاب ما إنه جيت كجار ما إنه أحدنا وير ما إنه دين فافين ما إنه لكن إنك أنت أنا بقعة يقف كنا وجي ما هذا يعبان إسكالينا وزارة إنه ما قاعد بحيا له وزارة الدفاع وزارة قاشان ديك يهود بالإذن كورما حنا أنا وزارة الحرب ساسوي يهود حاوقرا وزارة الحرب ما يقان أحلى وزارة الدفاع محل تقالك هو هجوم يدفاع زما هاد وزارة الحرب والقتال بأي قرن ورنتو ده يا صحنتي ورنتو نكو وينو مرنا ويرتقو مرنا إيش دفاع دكتور علي نفع العليان كتاب قصة أهمية الجهاد في الدعوة إلى الله وتحقيقه إن عربتوا أي قوان كافر ميين ويقول يقانان جهاد كطالب وحرب إجرامية أم بنانين وحاران ويفر من كل قد من السعودية إلى آخر نكو ضمبي كل من دولة كستو يو أنت كترسن أما جمعية قرما قد حيث عضو كأ الجهاد الطالبي عنده ممنوع وانا جريمة قضائية جنائية وي. طيب كذلك حرية الأشخاص والأفراد زنده وحق شخصية خمرده وحق شخصية وحكزة لواطيده خنس نمده وحق شخصية حرية الأفراد والأشخاص بالي هذا ويفر ميال نمان كان واهر يقول لنا كشك هذا ضد إسلام طيب نمان قال لي مضوض طيب لكن هذه حقوق مصح ولا طابعي مطلع لقو رجي مرمر لقو رجي محوة هاي حرمين كلا قصر أي حقوق بيسنسون لقو قيب لقو قصر ويقول لما تورام مستهبل أهبل غير ضبال لقواوين بهران باهيد طيب مركي انت انا يكون باب بيسو معنا ملا كوبا دار يدو شيء يقول شرح وحي نمن كان وحجنها يا حقوق مرمر لو ورجي حرامين بزوار كي بيزم زما يكوب وان تايم يوز مال صار وتبت كي رياب اولي الهي وين نمن اهل خير لا داي طيب نمن كان وحي باين فهم فهم دين وما داري وحبا ما فهم سن حقائق الدين حق ما بعث عليه محمد با دبك ودرن ساسو علم تيميه رحمه الله تعالى عليه روح مركو عقلي شو وحا واجبك كوباد وحا وي انه فهم ما بعث عليه محمد محمد وحي لا صدر وانه وما مات عليه والدين ما مات عليه محمد لا بما بعث به دينك النبي محمد مالك وري وكوغا وحي لا صدر بس ما الدين النهائي الحازم وعلى ما مات عليه محمد لانه وحي في اوائل الاسلام دين اها يا واجد من النسخي النبي جنانة كيسي وحي كوحي جابتي بها الدين تنام محمد طيب مركا انا صو حوار ولا بس وتقي ادب اقول نقطة اما النسخي ممنوع وي مهمة وحوي إن لا فهم النبي محمد حلال صوت دري محقوق دا قال لمي ليق آلام محقوق بنا يستي محقوق دا قال صحاب الله حقيقي كدا مبين ولا سويديو يعني واحد بدن يعني الجوررين إذا عن التزام جهاد الكفار جهاد هو واجب وحكم شرعه لكن لكن إنك دعوة دمن هي
لكن بعد الله سيستاج وحان لنا تور ملا ده تور ما أود ورلا قرتوي. لكن الجهاد الطالبي هو إجرام وأنا جريمة وأنا اعتداء وأنا حد قدب بلشدون وأنا نقود النولات أتعايش سلمي زمالة الأديان حوار الأديان تقارب الأسر الإبراهيمية اليهود والنصارى والمسلمين أسر الإبراهيمية كريسلام متقنا كريسلام حلي هذا وكريستان إسلام لسكت رأيوه كريسلام هي هذا الشقيوي. طيب وحاسو دوما إن لا باب أو الغوك لا بحوي سحابه ما أنت هذا النول يهين دتك ما أنت جوجا بطن كل إن الزنادقة مرتدين كما شكية شكير كما قادين ويكو يريح لها يرى بكر بعد النول يعني وحاور ولا كلا بيحلا لكن وحاوي إسلام كمان تنا سخمي أو فسخمي أول لودي أول لودي باي قال لي ما التوحيد نقطي وتوحيد كبا قال لي ما نقطي ومرتد كبا واحد مسلم وهابي عن نقطي بوجه جابر. طيب ولا كلا بحاي أو عن التزام جهاد الكفار أو ضرب الجزية أما جزية إن لقى قاد أهل الكتاب كان النصارى اليهود لقى قاد مواطنون لا ذميون ولاد بابا قريبة إذا عدها لقوك ينحو إلى مفكر إسلامي الباحث العالم المفكر المرشد بل يقول لي هذه كورنا وكل قينا يحولي لكن مواطنون لا ذميون نصارى يهود وضمها إسلام كتجوغة ومواطنين جزية لقى قاد مهايو حق المواطنين إسكمت باتين دينتنا وحق شخص من ينقص توحي امنه واسقوا تعالى اظن حلقات بوذي اظن حلقات محو هاي النصارى اظن يهودي اظن مسلم وحقوق شخصيه وضن بين قد حيه الدين للافراد والوطن للجميع على قولي وزندقه وكفر بالله العظيم الدين لله والوطن لله ضمان وحد اضوم ان كانوا قاسمنا سيفتا قاضيس. طيب اذا هل كاسي اسكبا جزيره اقباط مثل محل ومواطنون كوا النصارى دي جو محو لبنان إيه فلسطين إيه سوريا إيه داتسان إيه شام ودنبا داتسان عالي أيوة مواطنون. طيب كنائس بقول هذا دول الخليج كيف جوج حق عليه قطر إيه إمارات كي بحرين إيه. طيب سعودي وعمان إن لقى ديس دون إلا تأكلي هذا وعبد الله لقى سمي إيه قصب تيتي ما دوي جدو كله مرة وين كيس لقى تاجا صورة قلوي معايا أسر كقالة ده يكون والبعض فر بدن سفارات كي شقارة إيه عاد ببدأي المهم وحكى بلان بالله كن سمايين نمان خائمين وعلوم الدفاع يسقليا عملاء يا دفاع يا ويسك فشل مدوران ولتستبين سبيل المجرمين مرضوا بيكشفني او عن ضرب الجزيه وحكى له هو قال دين الاسلام قدام بكو دقما كليه وحا لغا واي ور يهود يا نصارى الجزيه كقد كودي غبر كقد نمان كان يهود يا نصارى ودان الاسلام كو نول اما ان اسلاما يا ان اي غوان يا ان اي بخيان صد بخيان صد. طيب لبضع مليون يال بالي صدح مليون يال وحور المايا مواطنون لازميون يال ما يال مهاي إن حقوق لغة قضاء الله دمعها وشي معو هاي هي مركز الدفاع عيبة أصقى يأنت الدفاع عيسى يعيدن قوتي إلا دغالة من كل قالوي الله بابين هيا ديوان دستور كي أقول قرآن طيبة محابة إسقابة دا امتناع الدستور وبالدين لقد دين دغانا يو شعب كالصوماليين وكسمية دستور كي حماية اللي جبت لقصة سمية معه هاي معه الشريف كي كحديث أي كل دارتين أي كل قالوا بين أي في معاكو قرن قطب ك صدحات فقرة شتون ندعم منو هذا في الأيام شعب الصوماليات أمة الصوماليات وحي كسمي ضمان حقوق وواجبات ك لو ما كلا قاضي كر لو ما قيمن كرو دين لب يددك بقالي معه غني فقير لو كلا قال دمان حقوق ذا دين تلا يجي مهايو فقر تلا يجي مهايو قبيل تلا يجي مهايو دمان وحوى مرتد كصومالي قا مشرق قا موحد كوهابي بودها قابل كل ويكسر في الحقوق والواجبات كاس مرة بكيد محارة ينكا إيش الميثاق الوطني كوين مرة الميثاق الوطني جبوته كوه حيين. طيب مرك احد قرميت كيرا يكون ميل جارد كابا نجيدا فقريز يكون قرنتاي فتوى ايما اللجنه الدائمه معي قرت عليهن ومن لم يفرق بين المواطنين بالاسلام والدين فهو كافر مرتد مواطنتك مواطنين مجتمعاتك وضع كن لن كان كرا قادن اذا هو يسمي يعني ما بسمي ما الله سمي مسلمين تبغى سنين فاسق مجرم كا هي موحد كصالح مسلمين ما سنه رجل دمر بن حكام الاسلام كو سنين صغير كي كبير كان سنين عالم كي عام كان سنين
قال إسلام باسما وحق الوطن قسم إنك إذا واكاف مرتد بلي نقر هيال لكن القوام رقم وضمه الجوجان كوي الجوجان يكون قرين بان لقاعد رقم القاعدة أيضا حكم كان نقر حكم أنا كقضاين أنا كطبقانين طيب ما يلو رشاد لا تجينا أنا كطبقانين طيب قوفك حمر بلا تجينا أي كونفور أيضا سنة كفى في إن شاء الله تعالى دمشق إسلام كأيضا كفى في إلى جاكرتا تقتدي إلى قوقاز أي تقتدي ملك استبع إن شاء الله تعالى المهم على أهل الكتاب جزية كقاد بلقوا أهل كتابك أو غير ذلك أما حكما كأهين أنت أنصر وأمثله أحكام تعرض الإسلام كلها الله يا أما محرمات النقض أما واجبات النقض نينك التزام ويا أما لوكر وامتنع وقاتل دون ذلك كافر مرتد على رأي جمهور العلم طيب ومن التزام واجبات الدين واجبات الدين كإن له كان سماء أو محرماتي أو ترك محرماتي وشرع وحرم إلا قف هذا التي لا عذر لأحد في جحودها أو تركها محرمات كأي واجبات كأسون أحد بني آدم لقوع دارين ومسائل لا يقانوا عاش قرطه أوي روح إسلام كسر الحكوري والدين شيغان أي ومن إسلام نحج وحكم وسن ما أنت جاهل كانوا قن كانوا صلاة نمان أقوى نواز كيرية شيخ هو أنت كن دون أبغى دينك الصومالي قال بالود بايراتك الشيطان ينف بايش جي إن شاء الله لكن ويجي صلاة واجب تاعي ويجي هاي نمان هوش قر زكدي صومك حجك خمردي الزندي وحاصل ده وحسك عضو بنان كيا لوي التي تأسول لا عذر عذر أوسن أوسن أو أهاني إلا أحد أحد في جحودة ديد أو ترك أمينه كتقوه وسلا إيمان واي والتي تأسول يكفر الوقالسي الواحد آدمها بجحودها ديد الوقالسيني فإن طائفة الممتنعة كوحدة كرهب تنتهي ديد إن يسهوشا فدوس أحكام تنوع سي واجباتك أم محرمات إن كتقته تقاتل عليها الأولى دقال ما على الواجبات وعلى المحرمات وإن كان ضائفة هوا نقطة مقرة بها مدقرسا وآمسين واجبتها كفر إبليس وأنا كسوي هذه وهذا بري أرن كان أصدقى يحكم كان صوشة ابن تيمية مما لا أعلم فيه خلافا وجوب القتال ومجمع عليه متأخرين إيه متقدمين بقى خلاف هو في التكفير لا في وجوب القتال أو شأن أنا برجوان المامي عفوا قديما وحديثا وجوب قتال الطائفة الممتنعة والجهاد فيها ومجمع عليه قديما وحديثا وحال اسكوه هو في تكفير على الامتناع والقتال طيب مما لا أعلم في خلاف بين العلماء وحق خلاف أو شأن كما تاقنوا وإنما اختلف العلماء علماء اسكوه خلافين في وجوب القتال في الطائفة الممتنعة قوح الديدين محو هاي صلاتها يوحيها صنوين كاللوجة ذا الطائف إذا أصرت مكة يكون أجا هذا يكتب على ترك بعض السنة كوح بعد أنا أقول رعتي فجر تكمل من السنة ذا ورت كذا ما يتكمل من صلاة الفجر مع الجماعة إنه هو هذا رعتين كان كوه روا دينا دين تكمل من سو سنة ما سنة وي ما بيقول تكمل لكن أنا ما أنا بس وي ما بتكمل إنما ورت كذا سيف بسور ركتين نمان كان ملل الجهاد أو ملالين أو مقوعها لركعتي الفجر مسوى للدين بالزقها يا قلي كركعتي الفجر سيس ركعين الفجر يا ول أو الأذان أم أذان أذان كهاد مواجب مسوى سنة الزقها على القول القائل بسنيتي بوشقو جدا أو الإقامة قد قامت السلا إقامة دي بيدها نو أقيم سادة وانو تكن جماعة وانو جماعة دي لكن أنا أذان من أنا أقيم من إيدادي عندما لا يقول بوجوبهما أي بوجوب الإقامة أو الآذان طيب وعلماء أنقلين بوجوبها فإذن قل لك بوجوبهما وصحة أي بوجوبهما بوجوب الإقامة والآذان ركعة الفجر إن سنة أيضا وإجمع هذه وحال سكوية خلافك كجره وآذان كإقامة مواجبة مسوى سنة مركا إنه قبسنة رأيك ورنة آذانك هي إقامة وسنة إذن ركعة الفجر بالحكم الغنية يو نحو ذلك كاوح اللامدة من الشعائر أحكام دينية فصنعة أحكام دينية صنعة الوجدة فهل تقاتل الطائفة الممتنعة على ترك أم لا تنبا خلافية طائفة المسلمين تدي صنوين قاقين لاتماد نبا حكيم تنع رميكي بلوك رواي رميكي كليه أحكال اسكبه داي السلام عليكم بلوك وضعك مكا أتماد السلام ما هي سلام ماي السلام إسلام ما هود ملا بريبك بالله بهايا طيب محل وصوا قلي
ورا السلام عليكم لأنها وهول عربيات بلسوا يشتاقين كهول عرب لسوا يشتاقوا أصوا وجاحد به ومنكر للسنية أصوا وقالوا به كأصوا لكن إنك هنا سنتي آمن زن حق أن التزام ومنعية دي كنا دقالمي الله الله إنك أصوا مرة دقالمي أم الدليل إنك أصوا خلاف كتاب السنن والرواتب والنوافل بخلافها في وجوب القتال لكن واجبات كان إنك أصوا كتاجي التزام وهي وامتنع وقاتل دونه إلا لدى قلم ومجمع لم يختلف فيه اثنان من المسلمين من لقوا تكفير هو الراجع من حيث الدليل. فأما الواجبات أو المحرمات واجبات كأي وحيوة الحرام للمذكورة لغشة ونحو المذكورة لغشة قيبت أن سوشن وجدت الشيخ صوف في قيبة كمدة. طيب واجبات كصلاة فرض كحج صوم تحريم الدماء محرمات كأمواش خمرات الزنادة ميسر وحاصلهم بسوشر حي محاضر الشيخنا قال بين هو شكر حنا ان شاء الله تعالى. فاما الواجبات واجبات كيقول صومها يا والمحرمات وحابين لقى حرام يلي المذكوره الله سو شيء ونحو وحي لها الماني ان نشيغين با فلا خلاف فخلاف كما جرى عندها العلم في القتال عليه لو دغالمي وهؤلاء قليها انضم بحكمهم وكان دم شوك الله قليها الطائفه الممتنعه وليكوزو كالجبيه باب البغاد بيقلايان مسباب الخوارج بيقلها يان يعني مسباب مانع الزكاة بيقلها يان يعني تيب شوك الله يان يعني وهؤلاء الطوائف الممتنعة عند المحققين علماء العلم قد إيران إيري يتفتري وما العلماء كمذا ليسوا ميزا أهان بمنزلة البغاة الخارجين على الإمام أو الخارجين عن طاعته بغاة ما أني منك عند التحقيق وحاوي أني منك الطوائف الممتنعة عن الشرائع أو عن بعضها بمنزلة البغاة بغاد نمنك حد جمع باغ الخارجين كبحي على كبحي على الامام امامك شرعي عدل جاير لقمها الله إيه. او الخارجين عن طاعته او كبحي قعنتي سي بنن استاغي نمنك بغاد بالي هذا هوشوضو وين طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما ولو باب داي الكاسي كاسر بحا هيا امام كان تاغير من بعض هوري اي كان تاغير حالنا كالايا واس خلافتين فان تنازعتم بالذي قيل دايا وان طائفتان بالذي قيل دايا امير محل هو هيسا وحي وحاس شيغت ودك محل شيغتين وحي وحاس بانو شيغني ايدها يقون سي ودا هدو معقول يهي والله بنق امامكم هذا يقر عشان امامك بغاد ايغا لا تاغير ايغا الله صفن با امامك لا ودا جبين هذو امامك قر عشان اسغا لا تاغير هذه صلح لو خليه هوشود خير وي بغاد هل اسكور الهي مدحين صحابنا ما قبار بغاد وحي كو ان دعودا اي وحي شكتن بالله فيرين هدو غر يحي ولا غر بحايا هدو كغر بخي واي غبي انا لا دورتي او معترف دوليا اه او يو ان تو اعترافتي بسكله نمن كان لا قبطو وخا لي وخا ما شيغ نعن على تاي ادب يلو او كوسو طريق لو باهيا وا مسلم نين كان مسلم محايدين دخيه وخا سو هيسان هدو كاغر لي هي اسان غرغارين انصر اخاك ظالما او مظلوما طيب وانك قمن هدا غر لي غر درنتي هدي لغا غر لي انك غرغارين واخو لغا غر درين انك غرغارين وركو اسكا كوبيه بوقاد وركو غورن وي نيمان كان بوقاد ما كاهل الشام مع امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه سيده الشام معاويه صحابته لا سعوت المسلمين لا سعوت سيده اوغو بخين علي ونا خلافين أما يوا ديعي وينو كالماها فإن أولئك قلها بغادة أما الرشام يوحي لها المال خارجون وحيكبحن عن طاعة إمام معين إمام معين بيكبحن لا عن الدين الإسلامي لا عن حكم شرعي لا عن واجب ديني لا عن ارتكاب محرم أبدا نينكا بيقون صدين هدي نينكا اللي قبل لكوك لك سمعنا وأطعنا بليين هذي حكم كل جو حكم وهو جانس إنن كان يدين واخاين توجا ومدوا آفين إياه مركا ما هو قر لها يمكن نمك بغاد بالي هذا أو خارجون عليه سيكون بحول الله تعالى ميان لإزالة ولايته لا لإزالة الأحكام والامتناع عن الدين ما نن كان يهنا الله دافو نما حكم هايو لإزالة ولايته لإزالة سلطته وسلطانه وأما المذكورون تطارق ذي وديسن سما فهم خارجون عن الإسلام بن تيمية قالوا وي بمنزلة مانع الزكاة لمن كان دين تيكب حنبور هاسكو قصينا بغات
إيه قالوا دقا واوين يا صغر دقا نبول خارجون عن الإسلام ما يبغى هذا نوجه هذا مثال شو قصو بغيب يكون في سرها جاي هي شام واكب حين طاع علي علي ما دام الله دورتي علي سي شرع ان لو دورتي كل من في الدنيا من المسلمين وحق هو واجب يسون ادع عظم هاي خارجون عن طاعته وخارجون عليه ما دامه القاسم وهي لكن وظالم عندهم ورنب طيب اذا وحنا كو الله ان بغاد اده او قدمه هيا نينكا اي كبخايان غالبا ساسوي طيب اين يضع عيسى كبح فهم خارجون عن الاسلام تطار كادي ويدتنا تحت تكني اما صلاه هي صومها هي قيبه كمده وي فهم خارجون عن الاسلام بمنزله مانع الزكاه شيخ الاسلام سوى حقوق الطوائف الممتنعه عن بعض عن حكم من احكام الاسلام الظاهره طيب اسوى الراجع عنده تكفيرهم وي تكفير مانع الزكاه تكفير التتار تكفير كل طائفة امتنع عن واجب أو عن ترك محرم وقاتل دونها أسوأ تسوى كقالوي لكن مركو كمسا كان نقاش وسوقون أسوأ حي علوم أي لا متأخرين تجاهدين لكن الراجع عنده حوي إن قاليهين هذا بكو شيء كون بغاد ما هو خارجون عن الإسلام كمان عزك بكون وأنا صريح حوي أنا صريح حوي وبمنزلة الخوارج نوع صدح هذا بغاد مانع الزكاة خوارج صدح نوع بيكليين من مد كبابة مجره خوارج وحي كباب حق الدلك إلا دقال لنكا مانع الزكاة كبابيين طيب هو لغو بالله بدقالك ابتداء ويربا ولغو قال سيدة خوارج يقطع طرق أما بغاد دقال غو بالله بكره إلا بعد لغا صمري وإصلاح سعون واي وعلي سعون واي ويحد قدبان مويه لغو بالله وبمنزلة الخوارج خوارج اللبابيين الذين كواسوا قاتلهم علي ولا دغال ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه ولهذا صادرت افترقت كلا دواناتي سيرته دقنك علي رضي الله تعالى عنه علي بن ابي طالب سيرته سواء كلا دواناتي في قتاله لا دغال اهل البصره ولا دغال واهل الشام اهل البصره يوجد يوم الجمل وعائشه طلحه ايوه زبير يدك السعودي وهي قضية السعودي مركوا من باب البغاد وهي هويه ريب بصرة وكذلك أهل الشام ومن باب قتال البغاد أما قتال الخوارج على مرة ما كما شكين مسلمين تلك ما يصير شكين ويكون تاجين اسكوب باب ما هاي وفي قتال لأهل النهروان هؤلاء هم الخوارج علي فرق من حيث المعاملة بين قتال البغاد وقتال الخوارج صدح أصل البغاد يا خوارجته يا مانع الزكاة كل سحابة رقم قليل الطائفة الممتنعة عن حكم من أحكام الإسلام الظاهرة المتواترة وحين رب الله بين أبو بكر يا صحابة دي ميل بيصاري إن من كاس مانع الزكاة وحلها المالية طيب خوارج علي باسو نب الله بي بغاد علي باس نب الله بي صدح أصلي لقو أرور هاي دقالك مسلمين ضد إسلام شيكتية هو رحمرة وحاوي إسلام شيخنا يكوى في عن أحمر وجيدة مسلمين تطوزن يكوى إسلام كشيخنا لكن خلدن ومركز إلا الدلاء أي بناناتي صدح هذا أصل وها ووحص القرآن كفا فإن بلغها الله هي قرآن كوا حفا في قطع الطرق أو شد واشر عي بربك جوي بغادة قاب كذا قرآن كوا كه الله لكن تفصيل كذا صح هذا رقم إنجليزي وحوا الدين ذي الله شيخه لكن على تطبيقنا ولو وري لها إذن مركا ما دام بغاد بس الله شيخ في الكتاب يا محاربين إنهم بغاد لا آدمين من كوان من قوني أو مانع زاوى كبابيين فكانت سيرته أهل النروة وخوارجتي فكانت سيرته سيرة علي مع البصريين والشاميين سيرة الأخ لأخي قابك أولاد قمي أما أولاد قال الله من علي ري بصرة وعاشية صحابة لسعوتي يا ريشام ومعاوي رجل للسعودة يا علي كسور جيدي وحي وحوا دقن كيس ودقن والك وخلط ما كلي والك كوك واحد قد بي واتك قوان يسود إذبير إذا بس ما هن قالوا دلها هي كما سوقاتن سيرة الأخ اللي أخيه با صح لكن مع الأخ با إذن مع أخيه با إذن كذن قرآن أصلك وحقوقنا سيرة الأخ لأخيه صلصا يكون في عنته ومع الخوارج بخلاف ذلك لكن سيرة وحي أهيد مخالفة سيرة مع البصريين
والشاميين ويكدوا ونيد سيرتهم مع الخارج بخلاف ذلك. وثبت وحاكس نادي في النصوص عن النبي بما استقر عليه اجماع الصحابه عرب شو قد يقول انا ذو ونمن كتطار كايو طوائف ممتنعه قليه باب البغات قليه ان خلديهم بكت الماما يعولي شيخ. وثبت في وثبت النصوص ادله وحاكس نادي عن النبي النبي كسر صلى الله عليه وسلم بما استقر عليه اجماع الصحابه اجماع الصحابه وحاكس نادي وكو حصلي بأدلة القرآن يضم مد النبوة المنطيب الشيخ له ومعي من قتال الصديق لمانع الزكاة يو قتال عين الخارج عين الله قال خوارجته ومن باب المفسدين في الأرض القرآن كان عدي باب المحاربين بيقلها ياوي مانع الزكاة وباب المرتدين بيقلها يان أبو بكر بانا قال لي من يرتد منكم عن دينه هو فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه القاسم مريض نصوص نصاصة المانتين لكن ولا فهم وايبه انتهى كلامه رحمه الله تعالى. اصرح هذا القصص مانع الزكاة يقوليها طاوله المتنع وحاكم هذا كان كعد شيخ عليه. وقد اتفق الصحابة ابن تيمية وان حجينا اراد النقوشاني وقد اتفق الصحابة والأئمة بعدهم أئمة المسلمين بعدهم بعد الصحابة على قتال مانع الزكاة وان كانوا يصلون الخمسة ويصومون شهر رمضان وهؤلاء لم يكن لهم شبهة صائغة فلهذا كانوا مرتدين. وركس ورقعون وابن تيمية البربري ما يوشى يضع عور الشيخ والصحابة عسكر راعين يا أئمة كدم بيسي إن لا تدق على مانع الزكاة حتى وحيد سدين صلاة عشان تهتو كدين هالصومين زكي بحين وأي وأنا كدق على من قالوا شبهة يا دليل أي عسكران يتول صائغة مجرين فلهذا كانوا مرتدين. من وقع في ناقض من نواقض الإسلام ولم يكن له شبهة صائغة وتأويل صائغ وحاوى ومرتد. طيب تأويل صائغة دوسنجرين يا مانع صائغة وسن مرتد بنقون هيا هاو شاهد بأفزرا التأويل الصائغ عند ابن تيمية ورأي أي أمدين روح يقول عن لودايو ما يمكن الإقرار على عليه الشخص وحي روح اللو دين كرو اللو سلم كرو اللو دين كرو وكدين دين كرو ان الولد عليه ما تقول ساق لو يغنى لكن وحنا لو دين ان تقول ساق ما بقى لو دبت عليه وهم يقاتلون وحال وضع على منعها وان اقروا بالوجوب كما امره الله منع قال الولد عليه يكون دمان كل قالوا بهيان هبا اوغادين صلاه يا زكاه اني واجب تهاي مجد لا تري سديدات شم بقول تمني سغال بنسكا كجرا مر لبعض وحوله شيخ. وإذا كان السلف قد سموا مانع الزكاة مرتدين مع كونهم يصلون ويصومون ولم يكونوا يقاتلون جماعة المسلمين. إيه قال لو رأيوا ميسد قال لهم النب ويتكن هيين ويصوم هيين ويحجن هيين وعمريسن هيان مسلمين هذا كل مجرم قريه ذو القوة الرأي سلف كنا من كان مرتدين بيبحي مانع الزكاة مرتدين ولم يكونوا يقاتلون جماعة المسلمين فكيف بمن صار مع أعداء الله ورسوله قاتلا للمسلمين. تطربك الله يا هدين من مانع الزكاة أو سوم أو صلاة أو حج أو عمرة إذن مسلمين أن لا تقلم إني أي سلفكم مرتدين دهين لا نتقلم إني قضية مال قضية دمر قضية ربنا يستير نمن كان تطارك إسلام كم محبت يتوكتا المسلمين تبابير يسود دولي محاولة وقف صلى الله عليه وسلم يدوى لنتي حقا بعد قمرين ودليل حق بدون وياه وش عيضا وإسلا كتاب كي صفحة شن بقول يصدون صفحة شن بقول يصدون أوش هاسي مهم وي خلاصة وام حي جب جبده وجوب قتال الطوائف الممتنعة ومجمع عليه ولا خلاف فيه. هل هم من باب البغاة أو الخوارج؟ لا بل هم باب ثالث بغاتنا معها خوارجنا معها وباب صدحات ولو يقانو باب الطوائف الممتنعة. أما الخوارج وحكوا أبتر صدان إنك استوى النوع قلنا له رضى الله ما يدنا باب الفساد والحراب يقلها يا مول مستن في الأدب يقلها يا الراجح من حيث الحكم الطائفة الممتنعة التي قاتل دون المنع الراجح وإن قاليه بهذا المنع والقتال بكو قالوا بها يا وحين قدر إن ملاحظة ير وقتي بعد ما ضمية هذا بالله توفيق عجل